عشنا بحلب وحلب طاحنة ومع هالشي كنا أقوى منها وأسسنا مشروعنا الخاص يلي نجح بظل الحلب. مرحبا واضح، أنا الصيدلانية نورين أولي صاحبة محل كاندي شوب. أنا الصيدلانية نور أولي صاحبة محل كاندي شوب. بلشنا أول شيء برأس مال بسيط، بس كان عنا رأس مال أكبر من هيك بكتير، يلي هو كان دراستنا الصيدلة وخبرتنا بعد دراسة الصيدلة. بعد ما تخرجت من كلية الصيدلة بعام 2009 اشتغلت ضمن مجال التسويق بشركة أدوية. عملت دورات وتريننج ضمن مجال الرسم والنحت. كاندي شوب بلش بظل الحرب، كانت الحرب مجرد صعوبة من باقي الصعوبات، بالوقت يلي كتير كفاءات هاجرت برات البلد وتركت بلدها، نحن قررنا انه نبقى ونستمر ونأسس مشروع بظل الحرب يلي كانت وما زالت. بظل الحرب اكيد كان في صعوبات انه نحن ننتشر عالمياً أو عربياً، لأنه كان عندهم نقطة تحفظ من صناعة سورية يدوية. نحن ككاندي شوب براند وفخورين بالستيكرز الموجود بأنه هو صناعة سورية يدوية وما نستغني عن هذا الشيء. أول ميزة وأهم ميزة هي أنه صابوننا معمول بأيدي صيادلة، غير هيك كتير اشتغلنا وتعبنا حتى نحاول نجمع بين الشكل ومضمونه. بعد 4 سنين وصلنا بالمكان اللي نحنا لازم نكون موجودين فيه، بس أكيد مو طموحنا هون. وصلنا كاندي شوب ضمن الشام كفرع رئيسي ومغطين الشام بمراكز بيع ضمن 6 محافظات سورية، وانطلقنا لفرع بالنمسا، خلينا نقول فرع عالم. كاندي شوب صار عنده كتير زباين من شرائح كتير مختلفة من المجتمع، من أهم ما فنانين، فنانات، ممثلين وسياسيين وحتى منظمات دولية. حابة من خلال مشروعنا ومن خلال كاميرا واضح وجه رسالة للنساء بكل المجتمع وكل العالم، انه انت قد ما كنتي عليك ضغوطات وصعوبات بالمجتمع فيك تتسلحي بثقتك بحالك، بعلمك وكفاءتك باللي حواليك، وتقدري تنطلقي وتأسسي مشروعك الخاص وتصيري كبيرة، مو بس تشوفي قصص النجاح بس على التلفزيون.